ففي مارس 2008 كانت أول لبنة اللي تخادت في بداية هذا المسار ديال هذه الجمعية اللي من بعد ولات مؤسسة ذات منفعة عامة. فكان المركز الأول اللي تنتواجدوا به هنا هو مركز بلمسيك، واللي تم الإنشاء دياله في ظرف قياسي تقريبا 8 الأشهر، وهذا بنسيق مع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجامعة الدار البيضاء. فكانت هي التحدي الأول اللي هو اللي رسم لنا المسار فاش وصلنا الآن بعد 12 سنة، أنه وصلنا الآن 22 مركز اللي أوبيراسيونيل، وفي القريب العاجل غادي نوصلوا 25. وكانت إكراهات كجميع الجمعيات، إكراهات كبيرة، غير هو تيبقى التحدي، لأن كانت هو داك الشعار ديالنا هو أن بلادنا ما تتفتقرش للوسائل، تتفتقر للعزائم، أمونك با دو مويا، مي كيستيون دو فولونتي. فهذا هو الشعار ديالنا اللي بدينا به، وكان حتى كما تنقول لبنة الأولى اللي عليها بدا المسار ديالنا هو أنه دشن طرف سيدنا الله يسر. مركز الحسنية اللي احنا فيه هو أول مركز بدأ الاشتغال دياله في 2009، ففي سبتمبر 2009 دشنو سا ماجستي سيدنا الله ينصرو. وكانت عقبات، كانت هذا، لأن احنا داخلين على كما يقال لكل داخل دهشة. فدخلنا في هذا الميدان اللي احنا ماشي اختصاصين فيه، ولكن تعلمنا مع أساتذة كبار أيضا بالمستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء، شخص الأستاذ رمضاني، لأنه هو كان هو السند ديالنا وشجعنا لا ماديا ولا معنويا. فالحمد لله بدأت هذا اللبنة الأولى، من بعدها مباشرة كانت 2011 كانت أول مركز على مستوى نقول الدولي في مركز عكاشة، نسيق مع المندوبيه العامه للسجون. اكزاكتومون، حنا ملي بدينا كنا حنا الوحيدين اللي بدينا تنستقبلوا، لان كانوا المساجين او مرضى القصور الكلوي بالسجن عكاشه كانوا كلهم تيمشيو للمستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي وصل لواحد الحل انه مابقاش يقدر يستقبل شي حد، عنده ان ساتوراسيون في لا كاباسيتي ديالو. فحنا كنا تنعاونوا أتيتر كما ما نقولوش ماشي بطريقة رسمية، ولكن كنا احنا بحال هذيك لانكس ديال المستشفى الجامعي، فكنا تنستقبلوا المرضى ديال عكاشة، خففنا العبء على عكاشة، ولكن العبء ديال التنقل هو اللي كان صعب جدا، لأن تيكونوا مرضى ديال القصر الكلوي في السجون، تتكون عندهم خصك تخرجهم بحراسة مشددة ويجيو عندك هنا وتتخاف ليكون مشكل، وهذا فكان عبء ثقيل. يمكن كنا كان كما قلت قبيله بان احنا بلاد ديال التحدي، فديك الشراكه بيننا وبين اداره السجون كانت شراكه متميزه جدا، نكران الذات والخدمه ما كانش، الحمد لله ما عمرنا وقفنا. طبعا كشره من 2011 هو يشتغل بالطاقه الاستيعابيه ديال 4 الالات، الحمد لله مغطي المنطقة كاملة. فمن بعدها جات ليدي مع الإدارة الجديدة بالمندوبية العامة، فكانت ليدي أننا نديروا مراكز أخرى، وهي التفكير في المناطق في المراكز الجهوية ديال المملكة اللي هما بني ملال، لأنه كان ثاني مركز اللي تفتتح في 2019 مارس 2019، ثاني مركز نادور في الوقت ديال الحده ديال كورونا، والثالث او الرابع كان في اكادير في هذا الاسبوع اللي فات، الاسبوع الاول ديال شهر 7، بعده بيوم كان مراكش، وان شاء الله غادي يكون قنيطره وفاس. هي كان لا دراسات، لان كاين احنا تنشوفوا غير على مستوى المرضى شحال العدد، يكونوا جوج ثلاثة واحد كاع ماشي مشكل، باش تخفف العبء على السجل المحلي أو السجل الجهوي.
باش حتى هذاك المريض خصا وان المندوبيه ديال العامه لاداره السجون مشات فواحد واحد السياسه ديال انسنه السجون والحفاظ على الكرامه. الحمد لله متبعين التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو لنا هو اللي تيوصي بزاف على هاد على باش نرجعوا السجون مراكز ديال التهذيب والتاديب وزرع الامل ماشي خرج واعاده الادماج ويخرجوا الناس ما يخرجوش ثاني عاوتاني يزيدوا في جرائمهم. هاد النقله المتميزه هو كانت المساله ديال كان غيكون تدشين ديال مركز صحي كبير في وسط عكاشه طاقة استيعابية كبيرة نقولوا مستشفى صغير. فكانت الإرادة والإدارة ديال السجون أنهم ارتأوا أننا نشوفوا واش يمكن يصلح لهذا. هو راه كانت تحدي. فكانت في رمضان في 2011 التقينا في يمكن في آخر ساعة من الليل واحدة صباحا وهذا. فكانت أننا اختارينا جوج ديال المقرات في داخل هذيك المؤسسة الصحية وبدينا نشتغل وكان تدشين بعد يومين. فكان هذا هو أول تحدي. المركز خدم الحمد لله بل أكثر من هذا وأن تبرانشوا في الناس وسيدنا الله ينصره. كانت من المسائل اللي كانت اللي تكلم فيها هو أن قال هذا راه تحدي وهذا كرا زاد حتى هو زادنا حنا دفعة بأن ما نتخلاوش على هذاك. فيها الوجه ديال البلاد ديالنا ترشيد ولا هذاك التأكيد ديال السياسة الحكيمة ديال سيدنا الله ينصره خصوصا في هذا القطاع. فالحمد لله كان نجاح ديالو والآن راه هو يشتغل بالطاقم ديالنا الطبي حتى بالنسبة المواد الاستهلاك حتى هذا الحمد لله تيمشي والتعيين تيكون مباشرة في السجن مباشرة تتبقى البنية والطبيب كاين واحد تما وكاين ديالنا يمكن مرة مرة تيمشي فات معاهم دائما بيرمانوت. احنا درنا في إطار الاتفاقية وهذا كان اتفاق مع السيد المندوب العام سيدي صالح التامك أن أي واحد خرج يتوجه مباشرة للمراكز ديالنا. فكانت هذا هو الاتفاق ديالنا وهذا اتفاق مزدوج غير بيننا وبين ثنائي كما تيقولوا. فكانت أن أي واحد وكانت الحالة كانت في بني ملال بحيث تلقى العفو ديال سيدنا الله ينصره. فمن اللي خرج للمركز ديالنا مباشرة تلقينا الحمد لله بصدر رحب وكانت الامور مزيانه. دابا راه انتشرت الحمد لله ورف هذا الاسبوع عاود اقترحنا للسجن القنيطره لان ما كانش في الاتفاقيه الاطار اللي توقعات في بني ملال اللي كانت فيها المندوبيه العامه لاداره السجون مؤسسه محمد السادس لادماج السجناء مؤسسه امل وزاره الصحه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالاداره المركزيه. هو أي عمل ديال الخير تحوم حوله الشياطين والإنس والجن ما فيه شك. هناك هذه سنة التدافع ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعد لفسدت الأرض. فإحنا كمؤسسة مجتمعية إحنا في إطار تدافع إحنا باش تبقى بلادنا مزيان ونبقاو محافظين على الصورة ديالها. راكم تتشوفوا الحرب الشعواء اللي على المغرب في مسائل حقوقية بين قوسين. فالحمد لله حنا تنديروا شي حوايج اللي تنبينهم للعالم تنقول لهم حنا راه درنا شي حوايج اللي ما كاينينش في دول اللي تدعي انها عندها حقوق الانسان وعندها هذا. فالصيانه ديال الكرامه السجين تتعاونوا في الصحه ديالو في هذا ومن اللي تيخرج تتعطيه شي حاجه فين يشتغل وهذا هو الاهم. فهاد المقاربه اللي مشات فيها المندوبيه العامه لاداره السجون والتوجيهات بالتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره فالحمد لله بانت في ارض الواقع. هي اللي ما بغاش يتقاد داخل السجن
فكل الظروف توفرت لي، كاين تكوين مهني، كاين مدرسه، كاين الحمد لله كاين وليدات اللي تخرجوا من تما، وتزادت مساله الادماج اللي سيدنا الله ينصرو رسخ ليها مؤسسه كبيره هي مؤسسه محمد السادس لادماج السجناء، اللي تنظن انا ما كاينش هاد التجربه في دول اخرى اللي هي متقدمه. الحمد لله احنا غاديين فكما تنقول دائما، هو الانسان اي انسان يقدر يوقع عليه هادشي، سواء انت ما يجرم في حق انسان ولا تقدر يدير غير حادثه سير وقتل فيها تيصدق داخل السجن، فكيف يعقل ان نحكموا عليه نهائيا؟ احنا ماشي سيدي ربي نحكموا على انسان صافي راه مجرم نهائي تيموت. فضروري هذيك المقاربه ديال النفسيه التشاركيه الاحاطه به نرجعوا للطريق السوي، وهو تيبقى دائما هو الاساس، هذاك السجين ولا هذاك المواطن اللي وقع عليه هذاك المشكل تيبقى هو الحجر الاساس، واش يصلح راسه ولا ما يصلحش. المهم تتوجد ليه لي زوتي ديالو الاليات باش يرجع للطريق، ما رجعش تيبقى هو لا تزير وازره وزر اخرى.